سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان دي افضل ايام الدنيا على الاطلاق، يعني ممكن تقول افضل من العشر الاواخر من رمضان. طيب حضرة سيدنا النبي علمنا الاغتنام اللي هو بنقول عليه استثمار الوقت، وانا في العشر ايام دول طب انا عندي عبادات كتيرة، عندي صيام. طب الصيام عموما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله فختم له به، في رواية الإمام مسلم دخل الجنة، عند الإمام الترمذي باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، يعني 70 سنة. طيب ما أنا أولى أغتنم الأيام دي. طيب إذا كنا كمان من الأعمال الصالحة ما هو الأعمال الصالحة بنتكلم عن الصيام، عشان أنا كنت ناوي الصيام امبارح والنهاردة شربت مج قد كده. وبعدين الناس بتنقسم، العلماء علماء الدين وبينقسم، وفي حد يقول لك كمل صيام عادي، وفي حد يقول لك لا ما ينفعش تكمل صيام وافطر، حد يقول لك لا ده الرخصة في رمضان بس، يعني لو نسيت وانت صايم في رمضان مفيش مشكلة تكمل صيام، انما بالنسبة للصيام النوافل لا، هنا انت تفطر وملكش صيام. لا انا ليا صيام ولا ماليش صيام؟ لا دول مش علماء الدين. دول العوام، العوام الدارج عند الناس. الدارج عند الناس وانا في رمضان وشربت مثلا اكمل، طب اي يوم تاني يقول لك لا افطر بقى يعني خلاص. يعني في اتفاق من الجمهور، لا اتفاق بين العلماء لحديث حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث، طالما في حديث ما ينفعش انا اجتهد، ما ينفعش اضيف، ما ينفعش احط التاتش بتاعي، لا تمام. خلاص سيدنا النبي علمنا كده: من اكل او شرب وهو صائم يعني ناسي فليتم صومه فكانما اطعمه الله وسقاه. خلاص يبقى انا وانا ناسي اكلت شربت، لا دي طعمة من ربنا سبحانه وتعالى لحضرتك بقى، لا إنما أكمل صيامي. طب والأيام دي برضو عشان نتعلم في الصيام مش لازم أنوي النية فيها من الليل، بمعنى إن دلوقتي صحيت من النوم الساعة 6 مثلا بعد الفجر ما أكلتش أو شربت، فقلت ما أكمل يعني النهاردة إحنا في أيام مفترجة، ينفع أكمل؟ ينفع أكمل. حضرة سيدنا النبي على الناس، حضرة سيدنا النبي في النوافل كان يقوم من النوم يسأل ستنا سيدة عائشة: عندنا طعام النهاردة؟ يعني في أكل؟ فتقول له لا يا حضرة سيدنا النبي، فليقل إني صائم. يعني مش لازم أبيت النية وأتصحر وأجيب زبادي، لا 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 خلاص، أنت ممكن الساعة 8 9 أنا صحيت ما أكلتش أو شربت، أقول والله يا جماعة أنا هصوم النهاردة. ولكن بنقول الأولى والأفضل ادخال البركة على البيت، بمعنى ان انا اقول لمراتي زوجتي واولادي احنا في ايام مفترجة احنا لازم نصوم عشان ناخد البركة، هو ده الدال على الخير بقى، ان انا اقول للأسرة بتاعتي ان انا عاوز اعمل خير ونعلمهم الخير. معلش بيقولوا انت شربت مج كامل، هل الكمية تفرق؟ لا لا الكمية خلاص احنا قلنا دي من عند ربنا، طول ما انت ناسي طولت المج خلاص يعني لحد ما خلصنا بس الاولى والافضل ان احنا نركز شويه نعرف احنا صايمين ولا مش. الايام اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله رب العالمين، ودي اعمال طيبه، اعمال كلها خير وبركه ونفحات من ربنا لامه حضره سيدنا النبي صلى الله عليه واله، عشان فيها اكمال الدين وتمام الدين بركنه العظيم الا وهو ركن الحج. والايام اللي احنا فيها دي يعني زي ما احنا بنقول شهر ذو الحجة ده آخر شهر في السنة، هيجي بعد شهر محرم اللي هو أول شهر في السنة اللي هو بداية عام هجري جديد. ربنا يجعل أيامنا كلها سعادة، ويجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، اللهم آمين. طيب احنا تكلمنا عن الصيام، في عندي مثلا قراءة القرآن، لأن الأيام دي أيام ذكر لله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أفضل الكلام ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وأفضل الذكر قراءة القرآن، يعني عشان ما نختلفش كده العلماء لما يجوا يقولوا ذكر ربنا يعني أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أفضل ولا قراءة القرآن؟ لا قراءة القرآن أفضل. ليه؟ لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى المتعبد بتلاوته، أنا لما أقرأ حتى لو قرأت الفاتحة كده هو أنا دي أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لما جه راجل في يوم من الأيام لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بيقولوا له الراجل ده كل ما يصلي بينا يقرأ قل هو الله أحد. تخيل أنت واحد كده كل ما يجي إمام ما بيصليش غير بقل هو الله أحد، أو بيختم الصلاة بتاعته بقل هو الله أحد، يقرأ في أول ركعة بعض الآيات وتاني ركعة يقرأ قل هو الله أحد.
فالناس قالوا لسيدنا النبي كل ما يصلي بينا بيقرا قل هو الله احد. فالراجل جه قدام حضره سيدنا النبي فسيدنا النبي قال له يعني انت مش حافظ غير قل هو الله؟ قال له لا حافظ ولكني احبها، يعني بحب قل هو الله احد اللي هي تعادل ثلث القران. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشره بان الله يحبه لانه يحب هذه الصوره، يعني ربنا حب الله. الرجل ده عشان بحب قل هو الله احد البسيطه عندنا، ولكن عند ربنا هي كبيره سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انا عندي الصيام، عندي الذكر والتسبيح والتهليل. سيدنا النبي يقول ذهب المفردون الى الجنه، قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يبقى واحنا في الايام دي نذكر ربنا سبحانه وتعالى بصوت عالي. واذكروا الله في ايام معدودات. ربنا يقول الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. يبقى انا بشارك الحج، بشارك الحج في الذكر. لذلك العلماء يعبروا بده في العشر ايام دول بان الذكر نوعان، ذكر مطلق وذكر مقيد. ذكر مطلق يقولوا طول العشر ايام ذكر، يعني اقول سبحان الله الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ده اسمه كله ذكر. طيب انما عندي المقيد، لا هنا تعالى شويه، ده انت هتيجي هنا من فجر يوم عرفه اللي هو التكبيرات الجميله بتاعتنا بقى، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.